أكد وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد للتعامل مع قضيتي النزوح الداخلي وإزالة الألغام التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية. ودعا بن مبارك خلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي إلى دعم مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والمركزي لاستعادة دورها الخدمي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية. وثمن بن مبارك الدعم الدولي والإقليمي لتنفيذ مشروع نقل نفط خزان السفينة صافر إلى الخزان البديل وإنقاذ البيئة البحرية من كارثة وشيكة ستؤثر على الدول الواقعة على مدخل البحر الأحمر اقتصاديا وبيئيا وإنسانيا. وبعد اتهامها بالتستر على ممارسات الحوثيين، أكد وزير خارجية بلادنا الدكتور أحمد بن مبارك على ضرورة اطلاع بعثة الأمم المتحدة أولمها بمهامها الأساسية وفقا للقرارات الدولية وإلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاق ستوكهولم. جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة أولمها اللواء مايكل بيري. وتطرق اللقاء إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقا من موانئ الحديدة والصريف ورأس عيسى، وكذا تزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والأحياء السكنية وتضرر المدنيين. وجدد الوزير بن مبارك مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها إلى المناطق المحررة أو منطقة محايدة وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لميليشيا الحوثي. وفي وقت سابق كانت قد أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أولمها عن قلقها إزاء استمرار سقوط المزيد من الضحايا والمصابين المدنيين جراء انفجار الألغام الحوثية في مديرية الدريهمي بالحديدة. وأدانت البعثة الأممية بأشد العبارات أي شكل من أشكال خروقات اتفاق الحديدة لا سيما تلك التي تؤثر على السكان المدنيين، مشيرة إلى أن الحصيلة المؤسفة من الضحايا المدنيين هي بمثابة تذكير بالأثر المدمر للصراع على السكان المدنيين والحاجة إلى التدخل العاجل. وأكدت في بيانها التزامها بدعم الأطراف للعمل معا لإيجاد تدابير عاجلة وملموسة تساعد في تخفيف معاناة السكان المحليين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين. إلى ذلك قال مصدر حكومي إن ربط الحوثيين الدعوات بصرف المرتبات من إيرادات الدولة المنهوبة بمخططات لسفارات وتصويرها امتداد لمؤامرة خارجية محاولة مكشوفة للالتفاف على مطالب الموظفين المشروعة. وأوضح المصدر أن الحديث الأخير لأحد قادات الحوثيين عما أسماه خطة السفارة الأمريكية باء يأتي ردا على المطالبات بصرف المرتبات. وأكد المصدر تضامن الحكومة مع مطالب الموظفين بمناطق سيطرة الحوثيين باستعادة مرتباتهم المنهوبة والكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات ميناء الحديدة والمشتقات النفطية وفوارق بيع النفط والغاز والضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف. وطالب المصدر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لتخصيص الإيرادات المسيطرة عليها لصرف مرتبات الموظفين.